عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب مساء أمس الأربعاء اجتماعا بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، خصص لتدارس آخر تطورات القضية الوطنية والأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هناك نقاط أخرى مرتبطة بتطورات الوضع على مستوى الشرق الأوسط، فلسطين، العراق، سوريا، وكذلك على مستوى ليبيا. وبالطبع السادة النواب وأعضاء اللجنة في إطار تتبع ديالهم لتطورات هذا الوضع، طبعا هناك رغبة باش للوقوف أمام المستجدات وأساسا الآفاق، دور المغرب في مختلف هذه القضايا وكيف نتفاعل معها، وما هي المخاطر كذلك المرتبطة بتطور هذا الوضع وانعكاساته المحتملة على المنطقة. اليوم غتكون نعقد اجتماع لجنة الخارجية بحضور السيد الوزير صلاح الدين مزوار، وأهم ما سوف يناقش هو تطور الوضعية في العراق، وكيف ما كنعرفوا الثلاثاء السابق كان جا وزير الداخلية وتكلم على المشاكل الأمنية اللي نقدروا نحن نعيشوها كمغرب، وكان هناك تهديدات ضد المغرب من طرف داعش. اليوم غنشوفوا غنحاولوا تكون عندنا واحد القراءة أخرى، قراءة جيوستراتيجية مع السيد وزير الخارجية، وبالطبع نشوفوا المصالح المغربية كيفاش غتتعامل مع هذا الشأن الجديد اللي هي داعش في العراق والمشاكل اللي غتطرح للمغرب. وكان مزوار قد قدم الأسبوع الماضي عرضا حول آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية خلال اجتماع مشترك مع نفس اللجنة ولجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، أكد فيه أن سنة 2015 ستكون سنة مهمة بالنسبة للقضية الوطنية سواء على مستوى الدبلوماسية الرسمية أو الدبلوماسية الموازية.